ذكرنا الخصائص والفوائد العظيمة لزبدة الكاكاو، لكن اليوم راح أكد على شيء إحنا بحاجته، يا ريت إنكم تستخدموه وتلتزموا فيه في هذا الفصل. بأي فصل بفصول السنة، الروائع والفوائد العظيمة لقشور الليمون شربها مع الماء، الفوائد العظيمة إذا أخذنا هذه القشور ووضعناها مع الماء نشوف السحر لأبداننا وصحتنا. إذا بتحتوي على فيتامين جيم وأيضا البوتاسيوم، وأيضا تعرفوا الليمون وخصائصه ومحتوى، ما بالكم بفوائد القشور الفوائد العظيمة لأبداننا. بكفي إنها طاردة للسموم من البدن، وللنساء اللي عندها السمنة لو اعتادت كل يوم الصبح تاخذ كوب منقوع فيه قشور الليمون تشوف كيف بتكسر الدهون وبتحد من مشاكل السمنة. مجرب لكن بالصبر، وانت بتتناولي شيء معروف، مش 50 عشبة، انت بتتناولي شيء مفيد لجسمك. ناهيكم عن فوائده العظيمة لمشاكل الفم والفطريات وأي مشكلة بداخل الفم، حتى الرائحة، تخلص من رائحة البخور ورائحة الفم الكريهة، وأيضا مشاكل اللثة والحد من مشاكل اللثة. وأيضا أذكركم أنتم بتتناولوا شيء طبيعي بترموه، لكن شوفوا خصائصه والحافظ على وجوده. هذه قشور الليمون الغالية الثمن لأبداننا، غالية، بتحد من مشاكل التهاب اللوزتين، اللي عندهم التهاب وعندهم مشاكل بالحلق بتحد منها لو تناولناها أو تغرغرنا فيها. ناهيكم عن شربها، شوفوا سمنة دهون، بنحافظ على أبداننا، تعطي الجسم رشاقة، بتخلصنا من الالتهابات، حتى التهابات الفم والفطريات اللي بتطلع بالفم. ناهيكم عن مشاكل الأسنان واللثة، وحتى لو كان في نزف، إذا حتى من خصائص منقوع قشور الليمون بالماء بتحد من مشاكل الضغط. اعتادوا كوب لكوبين عم تشرب شيء رائع، بدل ما تشرب المي لحالها وتشرب كولا وتشرب بيبسي، ما بالك بشيء انت بتعمله، شيء بفيدك. مشاكل الضغط ايضا بحد من مشاكل الكوليسترول، مجرب قشور الليمون اللي انتم بترموها. ناهيكم كانوا ياخذوها ويبرشوها وينشفوها ويضعوها بصينية وياخذوها للتوابل، ما كانوا يرموا شيء، كانوا يستفيدوا منها حتى للتخلص من الروائح بالبيوت وبالثلاجات وحتى بالتخزين. فبالتالي شوفوا الخصائص. إذا التهابات الحلق بهذا الموسم، مشاكل القصبات الهوائية والتهابات الحلق وحتى خشونة النفس وصعوبة النفس وحتى رائحة النفس اللي هي البقر، فبالتالي نستفيد من هالخصائص العظيمة. إذا حتى لما نتناول هذا المشروب منقوع قشور الليمون مع الماء، الخصائص العظيمة حتى لبشرتنا خارجيا وداخليا. ناهيكم عن استخدام منقوع القشور حتى لمشاكل، ونشطف فيه فروة الرأس ونغسل الوجه، انت عم بتغسل وجهك بشيء معروف، قشور الليمون مع الماء بتخلصنا من الشوائب الموجودة على البشرة والأمراض وحتى حب الشباب. ناهيكم عن فرك فروة الرأس بمنقوع قشور الليمون مع الماء حتى لو سخمناها، شوفوا بتخلصنا من أمراض فروة الرأس، الأكزيما، الشوائب الموجودة، وبتعطي نظارة لا تصدق للشعر ورائحة مقبولة لإلكم، خصوصا للنساء اللي بتلبس الحجاب، دائما شعرها مخبى، وبالبيت أيضا يلبسوا الحجاب ما يشلحوه. فبالتالي نعم، إذا بنستفيد من خصائصه العظيمة. إذا قشور الليمون بتحد من مشاكل التهابات المفاصل، وغنية بالكالسيوم، اللي عندهم ترقق العظام وهشاشة العظام، هذه القشور من الليمون اصلا، ما بالكم بالفوائد العظيمه للليمون. وايضا فوائد قشر الليمون لا ترمى، لا ترمى، حرام ترمى، الها خصائص وفوائد. ناهيكم عن قشور الليمون اللي بتنظفوا ايديكم من لما تتناولوا الاسماك واي شيء انتم تتناولوه، مطهره ومعقمه، انتم بتعرفوا خصائصها. لما تتناولوا السمك تغسلوا ايديكم بقشور الليمون، والليمون اللي بتعطيكم رائحه، نعم هو بيقضي ايضا على الفطريات وايضا على العدوى. شوفوا هالخصائص اللي انتم بتهملوها موجوده بين ايدينا، شوفوا هالخير. اذا حتى منقوع قشور الليمون
بيعمل على عدم تكوين الحصى، واللي عندهم الحصى لو تناولوا بدل ما يتناولوا أي شيء اللي هي العصائر اللي فيها المواد الحافظة من السوبر ماركت، ما بالك بشيء طبيعي يكون بين إيديك تتناوله. والله العبوة اللي بتضعوا فيها الماء في البيت لو وضعنا عليها قشور ليمونة أو ليمونتين وصبوا اشرب، بتعرف تشرب شيء غني بفيد صحتك، وأيضا ما ننسى أنه مطهر للجهاز الهضمي، بيخرج السموم من البدن، أيضا مفيد للشرايين ومفيد لصحة القلب. عم تتناول شيء طبيعي بشرط نغسل الليمون قبل ما نستخدمه، إذا مرشوش أو غيره فبالتالي إحنا نتخلص من هذه المشاكل بالغسل. فبالتالي بنقشر الليمون، نستخدم الليمون وبناخذ الفوائد العظيمة. حتى الكثيرين بيجففوا الليمون، جففوا هذه القشور واستفيدوا من خصائصها، لأنك مش كل يوم أنت بتقشر ليمون، فبالتالي بتكون موجودة عندك لو استخدمناها بنشوف فوائدها العظيمة، حتى لشحوب الجسم، حتى للقلب، حتى للشرايين، حتى مطهر الجهاز الهضمي، حتى من خصائصها أنت عم تتناول مية بليمون أو بقشور الليمون، بتحد من التهابات المسالك البولية، وهذه قشور الليمون وهذه فوائدها العظيمة اللي أنا بقدمها لكم على حساب اتصالاتكم الآن، لكن راح أستقبل اتصالاتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا قشور الليمون مع الماء بتحد من مشاكل الغازات، عم تتناول شيء عم بطهر أمعائك معدتك، ما بالكم اللي عندنا هذه المشاكل. أيضا مفيدة جدا لمشاكل عملية الهضم، اللي عندهم صعوبة بالهضم وعندهم دائما القولون وعندهم الغازات وعندهم تطبيل البطن، نعتاد على شيء طبيعي موجود والله ببيوتكم وهو سلامة وخير لكم، لكن لازم ننظف الليمون، نغسل الليمون قبل استخدامه حرصا عليكم. وما في ناس لا ما تغسل، ما تحب تغسل، تحب تقطع وتاكل ما اعرف كيف، لكن الغسول للخضروات بشكل عام دائما بالخل وبالماء ونستفيد من خصائصه لأبداننا. أسأل الله سبحانه وتعالى انكم تستفيدوا، خصوصا يا اخوان في هذا الفصل مشاكل التهابات الحلق واللوستين، التهابات والفطريات اللي بالفم، ما بالكم نتناول شيء طبيعي ونتغرغر فيه. فبالتالي واللي عندهم أمراض جلدية يستحموا فيه، فبالتالي واللي عندهم مشاكل رائحة القدمين قشور الليمون مع الماء، وشطف رجليك فيها اتركها مغطس ربع ساعة بهالماء الفاتر وشوف انه انت تخلصت من الكثير المشاكل، حتى مغاطس مهبلية لا حياء بالعلم من الماء اللي فيه قشور الليمون مغلي او منقوع، نستفيد من خصائصه بعقمه وبطهره، بدل ما انت بتشطف بعيد عنكم بماء ما نعرف من وين جاي من الخزان، نظيف مش نظيف. فبالتالي نضع شيء لصحتنا ولأبداننا. أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا من اللي قدمته اليوم، اللي هي فوائد زبدة الكاكاو وأيضا قشور الليمون مع الماء شربها، وأيضا نستفيد من خصائص هذه القشور اللي إحنا دائما بنبعدها عنا وبنرميها بالزبالة. الزبالة مش أفضل منا، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ما في شيء إلا له فوائد عظيمة. وفي زيوت طيارة وبتستخدموه لتطهير إيديكم وتنظيف إيديكم وتعقيم إيديكم، كلكم بتعرف وبترموا، ويا خسارة لا ترموا. إذا هذا جنة الأعشاب. هذا من وصفات النمش، عصير الليمون مع النشا مع حليب الأطفال البودرة. عصير الليمون لما نعصر الليمون ناخذ ماءه نعجن فيه ونفرده على البشرة، بتعطيها صفاء ونضارة، بتخلصنا من النمش لو استخدمناها 3 مرات بالأسبوع، وحيوية ورومانسية لبشرتنا اللي فيها تصبغات وكلف وكلف الحمل وضربات الشمس، ما بالكم نستخدم شيء طبيعي حليب الأطفال بودرة. والنشا إلها خصائص جدا مفيدة، ولو أضفنا عليها ماء الورد مع عصير الليمون وعملناها ماسك وتدليك زنبركي دائري على البشرة، مش نحط ما ظل عليكم إلا بالملعقة تحطوه على وجوهكم، تدليك مساج، حس إنه أنت عم تعمل شيء لبشرتك، وبعد قليل راح تنشف هاي التركيبة على البشرة. روحي غسلي وشوفي النظارة.